عثر مواطنون صباح أمس الأحد على شخص بدون مأوى جثة هامدة بوسط مدينة بورقيقة بعد أن توفي في ظروف غامضة ومجهولة. وسارعت مصالح أمن دائرة أحمر العين مرفوقة بمصالح الحماية المدنية التابعة للوحدة الثانوية بأحمر العين إلى عين المكان بحضور وكيل الجمهورية لدى محكمة حجوط من أجل فتح تحقيق ومعاينة الجثة وتحويلها على مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حجوط قبل تحويلها على مستشفى الناظور لتشريحها وتحديد أسباب الوفاة. وحسب مصادر شرشال نيوز فإن الفقيد يدعى عبد القادر وينحدر من ولاية الشلف، حيث أنه اعتاد المبيت في العراء وفي الشارع منذ سنوات مع تكفل سكان المدينة والتجار بتقديم الطعام والشراب له، وأنه تناول آخر فطور في المقهى المقابل لمسجد المدينة كعادته قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة غير بعيد عن المقهى في ظروف غامضة. هذا وتم التواصل مع أهل الضحية من أجل تمام إجراءات دفنه بمسقط رأسه في ولاية الشلف. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله. لا أريد إعجاب ولا اشتراك، أريد منك فقط أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن نجمع أكبر عدد من التعليقات للصلاة على خير الأنام حبيبنا محمد. تمكنت مصالح الدرك الوطني بشرشال بالتنسيق مع غطاس الوحدة البحرية للحماية المدنية نهار هذا الأحد من العثور على الطفل المفقود لكحل عبد الرؤوف غريق. الهبط غلبوا في الراي، هبط زاد نفس الحكاية، هبط تعافر معهم ومن الداخل دخل في غيبوبة. فاجعة عاشها سكان بلدية معاوية ولاية سطيف يوم الثلاثاء 1 أوت 2000. غير اللي تهدر فيها ايه؟ استهلك اكثر من هكذا وقت الخداع. سمير عبدون أو أمير الشاشة الجزائرية كان في وقت ما نجم الشاشة بالجزائر، إلا أنه وفي لحظة اختفى ولم نعد نسمع عنه أي خبر. ستشاهدون في هذا الفيديو أين اختفى الممثل الكبير سمير عبدون وكيف أصبح شكله اليوم. حسب رادار الحرائق الآن بالتقريب هناك حرائق كبيرة تجتاح بعض المناطق الوسطى والشرقية، إضافة لعامل رياح السيروك التي ساعدت على انتشارها بقوة. الحرائق تخص شمال البوير الأخضرية بقوة.